نحن من هاي الصفحة بيقلنا هو التنتين الآن البارت أم أن لك فيت بقى أنه أن مش مشكلة رح سميها أنه أن برايم. المهم هايدي هاي شكلها إي باور يو. الإي باور يو شو الرول تعلتها؟ كيف منطلع على برا؟ بالنسبة للإي باور يو لازم يكون في عنا يو برايم تايمز إي باور يو لتطلع إي باور يو لبرا بلس سي. يعني هون بدي انتبه انه حد الاي باور يو لازم يكون فيه ديريفاتيف لليو. ماشي، هات لنشوف شو الديريفاتيف لليو. هون هيدي اي باور يو، شو الديريفاتيف لليو، شو الديريفاتيف للتو اكس؟ هي 2. هون لازم يكون في عنا 2 اللي هي يو برايم. هيدي شكلها بنرجع بنقول شكلها هيدي لازم يكون يو برايم تايمز اي باور يو. طيب اليو هون اليو هي 2 اكس، الديريفاتيف للتو اكس شو بتساوي؟ 2. لازم يكون في هون عندي يو برايم اللي هي 2. فهون شو بدي اعمل؟ مضطر اني فوت 2 هون، فبحط هون 2 وبرا بضرب بشو؟ بنص. يعني بتصير بتساوي هاف وجوا 2 اي باور 2 اكس دي اكس. هلا صارت جاهزه، صارت جاهزه هيدي انه يو برايم تايمز اي باور يو. فشو بيطلع جوابها؟ الهاف اللي برا خليها، هون بيطلع جوابها اي باور يو. نحن بعدنا عم نقول انه بس يكون عندنا يو برايم تايمز اي باور يو دي اكس بيطلع جوابها شو؟ اي باور يو. بتطلع بس هيدي الاي باور يو. ماشي، فهون نفس الشيء صارت يو برايم تايمز اي باور يو، فبتطلع الاي باور يو بس. بلس سي هيدي هي. كمان نفس الشيء تحت، شوف هل هيدي يو برايم تايمز اي باور يو؟ هات لنشوف اذا هيدي يو شو الديريفيتيف تاعولها. هيدي يو الديريفيتيف تاعولها شو هو؟ 2x. هون حاطين 3x، 3x بتصير 2x ولا لا؟ بتصير. خلينا نظبط هيدي مثلا. هون let u هي x square plus 7، du رح تكون شو؟ 2x dx. يعني هون لازم يكون في عندي شو؟ 2x مش 3. شو بجي بعمل انا؟ بكل بساطة ما 3 بتصير 2، كيف؟ بضربها لل 3، هي هون 3x e power x square plus 7 دي اكس. خليني افصل هاي اللي فوق عن هيدي اللي تحت احسن متلخبطه. هيدي اي باور 3 اكس اي باور اكس سكوير بلس 7. هاي لازم تصير هيدي 3 2، لازم اضربها بشو؟ ب 2 اوفر 3 تايمز 2 اوفر 3. ماشي، وبرا بضرب بالانفرس لهيدي اللي ضربتها جوا، يعني 3 اوفر 2. بصير الجواب بحط 3 اوفر 2 مثل ما هو. هيدي كلها هلا هي صارت 2، هيدي مش هيك؟ يعني صارت 2x، يعني الديريفاتيف لها يعني صارت يو برايم تايمز اي باور يو. خليني اجهز لكم اياها احسن. بتصير هيدي 2x اي اكس سكوير بلس 7 دي اكس. صارت جاهزه هيدي يو برايم تايمز اي باور يو. شو رح تطلع؟ هيدي خليها هي ذاتها اللي برا. هيدي يو برايم تايمز اي باور يو بتطلع اي باور يو، بتطلع بس هيدي اللي هون دي بلس سي. ماشي، هيدي هي. هلا كمان مراجعة عامة رح نعمل باللي اخذناه هون، القاعدات اللي اخذناه هون. اول شيء دي اكس هون في عنا الكونستانت اللي هو 1، جوابها بيطلع بس بتحط الكونستانت وبتحط حد منه اكس. ماشي، وبلس سي هيدي كمان كونستانت بس فيش عنا شيء، فبتحط الكونستانت وحد منه اكس وبلس سي. هلا هيدي فيها اكس، فيها في شيء كونستانت وفي شيء في اكس. هاي مثلا الكونستانت رح تطلع 4x وبتحط بلس سي اخر شيء. هون اللي فيهم اكس بهذا الشكل اللي شكلها بولينوميال، بتزيد على كل وحده على كل الباور بتزيد واحد وبتقسم على الباور الجديد. يعني هيدي اول شيء 2x سكوير، خلي الكوفيشنت هو ذاته 2، والاكس سكوير رح تصير اكس باور 3 وتقسم على 3. فيش داعي تحط 2 بلس 1 اوفر 2 بلس 1، دغري زيد 1 هون، اد 1 تو ذا باور 2 تو جيت 3 اند ديفايد باي ذا نيو باور ويتش از 3. كمان ليف ذا كوفيشنت از ات واز از ات از ماينس 3، والاكس بتزيد عليها باور، هي الاكس باور 1 هون بزيد عليها باور، بزيد عليها 1 للباور وبتصير 2 اكس باور 2 تقسم على النيو باور. بلس هيدي كونستانت بتصير 4x وبتحط بلس سي اخر شيء. هيدي هي. ماشي، هلا هيدي اللي هون لك فراكشن. بالفراكشن ما نطلع يا هي على قاعده اللن
او هي على قاعده اليو برايم على اللان، لازم تكون يو برايم على يو ليطلع جوابها لان. مثلا انا حاطط كل الاحتمالات هون عندنا، هيدي يو برايم على يو سكوير ماينس يو برايم على يو سكوير، هيدي جوابها بيطلع 1 اوفر يو ماشي. او بتكون الفراكشن هيك، هيدي لا يو سكوير ولا يو، هيدي يو باور 10. شو بدنا نعمل بهي الحاله؟ بنطلعها لفوق وبتصير مثل اول قاعده اللي هي الابسل اللي هي الانتجرال لليو باور ان، الانتجرال لليو برايم تايمز يو باور ان، اللي هي ان شاء الله تكون معي هون، هي هيدي يو برايم تايمز يو باور ان. بس يكون عندي الفراكشن باور تعوله مش 2 ومش 1 معناتها، ومش راديكال معناتها بدي اطبق هاي القاعده، بتكون هي تحت بطلعها لفوق لتصير مثل هيدي. طيب هلا انا مراجعه عامه، هيدا رح احطهم كلهم، هاي اللي هون مثلا هيدي فراكشن، تحت عنا يو باور 1 اللي هون بدي شك باللن هون ماشي. اذا هيدي يو شو لازم تكون اليو برايم 1، يعني لازم يكون في عنا 1 يو لتصير يو برايم على يو، لازم يكون في عنا 1 فوق. بكل بساطه هاي بطلع على برا وبصير في عنا جوا شو 1 ماشي، او بتضرب بجوا 1 اوفر 3 وبرا ب 3، هي ذاتها بتكون طلعت 3 لبر، يعني هاي عباره عن 3 تايمز 1 اوفر اكس دي اكس. فهيدي شو بيطلع جوابها؟ بيطلع جوابها خلي 3 برا هي ذاتها، هاي جوابها لان ابسوليوت اكس بلس سي. ليش عم بحط الاكس بالابسوليوت؟ احسن ما تكون الاكس نيجاتيف فبتصير هيدي امبوسيبل، بحطها بالابسوليوت. بنجي لهيدا الفراكشن كمان اللي تحت شكلها يو، مش يو سكوير ولا يو باور 5 ولا يو باور 10، يعني بس تكون يو مثل هيدي، او يو بس تكون يو، يعني بدي افكر اذا اللي فوق هو يو برايم واللي تحت يو بيطلع جوابها لان. بس تكون يو سكوير بتشوف اللي فوق اذا جوابها ماينس يو برايم بتكون هي 1 اوفر يو الجواب، الجواب الانتجرال. هيدي شكلها يو مش يو سكوير، بدي اشوف اذا اللي فوق يو برايم. هات لنشوف هاي اللي هون، اذا اليو هي اكس سكوير ماينس 3 اكس بلس 5، اليو برايم تطلع اللي هي دي يو تطلع 2x ماينس 3، 2x ماينس 3 عفوا، هيدي انا في غلطه مش لازم احط هيدي الاكس، هيدي مش موجود، هيدي مش موجود هيدي. طيب 2x ماينس 3، طيب لك اللي فوق كيف هي 3x ماينس 9 اوفر 2. هات لنشوف اذا ممكن تصير هيدي 2 مثل هيدي اللي هون، هودي اكيد مضروب بدي اكس ماشي. كيف بتصير هيدي 2؟ راح اعمل شغلة 3 بتصير 2 اذا ضربتها ب 2 over 3، يعني بدها تتكنسل 3 بتضرب بفراكشن يكون الدينومينر تعوله 3 ماشي. فهون راح اضربها انا ب 2 over 3 من برا من هون، هلا بتروح مع هاي بصير عنا 2، بصير عنا 2x. كمان لو ضربت 2 over 3 بهيدي بتروح ال 2 مع ال 2 بضل 9 over 3 اللي هي شو 3، بتصير هيك يعني ماشي. بس لانه ضربت جوا ب 2 اوفر 3 برا بشو لازم اضرب كمان؟ لازم اضرب ب 3 اوفر 2. يعني انا بنصحكم هيدي تعملوها بوحده جديده هون عشان ما تلخبطوا. بدي اضرب هون ب 2 اوفر 3 3x ماينس 9 اوفر 2، وبرا لانه ضربت ب 2 اوفر 3 هون لازم اضرب برا ب 3 اوفر 2 بالانفرس تاعو لهيدا. هاي بتضل x سكوير ماينس 3x بلس 5 dx. هلا صارت جاهزه، صارت هيدي رح اضربها equal 3 over 2، هيدي صارت 2x minus هيدي رح تطلع 2 over 3 times هي بتطلع 3 over x square minus 3x plus 5 dx. هلا صار شكلها u prime على u فبيطلع جوابها لن u اللي تحت، بتترك هيدا الكوفيشنت اللي برا هو ذاته ضرب، هي جوابها رح يطلع لن u اللي هي هيدي x square minus 3x plus 5 plus c. بلس سي فيك تحطها جويت البراكت، فيك تحطها بريت البراكت ما فيش مشكلة. طيب كمان هيدي اللي هون هيدي، هل هاي شكلها اللي تحت يو سكوير؟ هات لنشوف اللي فوق اذا هو ديريفيتيف للي تحت. let u equal 3x سكوير minus 8x plus 5، اليو برايم اللي هي دي يو بيطلع 6x minus هاي ديريفيتيف اللي لها 8 دي اكس. هاي اللي فوق هي ذاتها هون بس مضروبة ب ماينس، يعني هيدي ماينس يو برايم مش هيك؟ هيدي اليو برايم، يعني هيدي ماينس يو برايم على يو سكوير. هاي اللي بدي اياها انا، ما هي بس تكون
ماينس يو برايم على يو سكوير، جوابها بيطلع 1 اوفر يو بلس سي. 1 اوفر يو يعني 1 اوفر اليو، وينها هي 3 اكس سكوير ماينس 8 اكس بلس 5 بلس سي. ماشي، هيدي هي. يلا بكملكم، يعطيكم العافيه.